والله لو ما تبطل هالحركات وتمشي معي الحين لا انت خويي ولا نعرفك. يا اخي وش تبي مني انت؟ شايف وش مسوي في نفسك انت؟ تراها حبه تطلع لاي واحد في الدنيا، تعال اكشف وارتح من العذاب اللي انت فيه. طيب واذا طلع؟ لا انا ولا انت دكاتره، الدكتور هو اللي دارس طب وبيعلمك وش السالفه. يلا مش معي. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى وش تبي انت؟ الله لا يحييك يا شيخ، انقلع مع الله لا يعيدها من سفره معك. احذف رقمي، ما عاد ابيك ولا عاد ابي اسافر وياك. حتى انت حبه؟ لا زكمه. طب ليه بتاثر؟ عامر علي وهذا كل اللي صار معي يا دكتور، علمني وش فيني انا. تمام استاذ عامر، صراحة أنا مش عارف أقول لك إيه، بس إن شاء الله خير بإذن الله. كل اللي أقدر أقوله لك دلوقتي إن إحنا محتاجين نعمل شوية تحاليل في المعمل بتاعنا تحت. تخلص التحاليل وبعدين أقدر أقول لك فيه إيه. يعني شيء خطير. ما أقدرش أفيدك في حالتك دي غير لما تطلع نتيجة التحاليل. ده نظام، تطلع النتيجة وبعدين أقدر أفيدك فيه إيه. ببلش. ها، شفت إنك مكبر المواضيع الله يهديك. بكرة تطلع النتيجة وترتاح من ذا التفكير. إيه بس إذا طلعت النتيجة خطيرة. طب إذا قال الدكتور نبي تحاليل إضافية؟ أصلا أنا ما أدري شلون أنتظر لبكرة. أحبك لنكد أنت وجهك. إيه اللي يده بالنار مو بزي اللي يده بالماء. يا سليمان، الدنيا حياة وموت وما يدري الواحد وش يلاقي من صواديفها. أوصيك فمي وبوي، خليك قريب منهم. أختي نوف، أختي نوف أنت عضيدها ولا تنساها، ترى أهلي ما لهم غنات عنك. هذا الكلام صحيح يا سليمان، أسمع كلام أخوك عامر، بكرة راح يموت، بعدين فين تحصل أخو كبير زي عامر ينصح؟ أنت إيش دخلك هنا؟ شلون جيت؟ هذا يا عامر، أنا ما نطيت من فوق السور، أخوك سليمان هو اللي فك الباب ودخلني هنا. طق الباب، شفت اخويك عزوز دخلت المجلس لما تجي. يا هو يا عموري، فين كرم الضيافه؟ يو فين القهوه والشاي؟ بعد اللي يومين ارسلك على الواتساب، ليه ما تفك الرسائل؟ اطلع برا، اطلع برا. يا ضيوف يا هو. يا كبك انت ويا الله الرحمة يا أموري كمان. تفضل. الواحد ما وده يحط بذمته شيء. الصدق إني كنت أسرق منك شواحن وأسلاك، مع إنك كنتي تحطين مناكير لإني أمسحها بزيت فرامل وأخذها مع الاستراحة. هذه هدية بسيطة وأتمنى إن تسامحيني وتحليني. سامحيني يا نوف، سامحيني وحليني. يلا بسرعة يا دكتور، تكفى قل لي الحقيقة. وأنا هكذب بس عليك ليه يا عامر؟ الموضوع كله ببساطة. أنا مؤمن وأتحمل. قلها وش نتيجة التحليل؟ يا ابن الحلال أنت يا مطفوق، ارفق شوي، خلي الدكتور يتكلم، عطى فرصة. تفضل دكتور. فحوصاتك كلها سليمة، كل الموضوع بس ببساطة إن احنا هنكتب لك على المرهم دوت تمشي عليه لمدة 3 أيام والحباية تروح خالص. كل والله والله حبك ماجد عبد الله. أموت فيك يا شيخ، أموت فيك يا شيخ، أموت فيك أنا يا شيخ، أموت فيك. حبك بعد ذلك. لا 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 عمر، كنك استعجلت شوي. حدوك العوارض البطلة. هلا والله أم عاد، عباية زرقاء تشجعين الزعيم. كافو والله، حق موت فيك أنا يا شيخ.
سمي يا خالة، محتاجة شيء، ناقص شيء، أبد تحتمرس أنا، أي شيء تبينه تحتمرس. يا شيخ والله أني آسف حقك علي، كنت منفس ومنضغط. أبشر بالحق والله. حتى أنت تحليلك سليمة؟ إيه أبشرك الحمد لله. ما شاء الله مبروك. الله يبارك فيك. إيه خوي بس دي المرة نبغاها تايلند، خوتك تنشرة. أم عاد بتروح تايلند؟ إيه أبشرك. أنا ما صدقت على الله، بروح أنا أخوي مكة. الله يوفقكم. آمين، ندعي لك هناك. إيه تمام تمام أوكي. يا أخي توني أحس بطعم الحياة، تصدق ودي أسوي كل شيء، آكل، ألعب، أفل أمها. إيه يا رجال نبي عامر الأول يرجع، الحين ناخذ المرهم هذا بس وبعدها ينزل لك أحلى عشاء في أفخم مطعم في الرياض. كفو يا صديقي. دكتور. هلا. أنت ما تدري شلون كانت النفسية أول، الحين تب التب. تفضل. شكرا يا دكتور. الحين المرهم ده كم يبيله يشيل الحبة؟ يا لطيف. هو صحيح إن شكلها يخوف، بس الدكتور يقول إنها بسيطة وكم يوم وتروح. الدكتور اللي كتب لك المرهم ده مختص؟ لا رحنا طبيب عام. أنت محتاج تروح لاستشاري مختص بالحالات الدقيقة، لأن الحباية دي شكلها مقلق. أيوة يعني رجعنا لطاريلي. الحين توني أقول أبا في الأم وبنبسط وبستانس، وأنت تقول مقلق يا قلق. أنا نازل مجمع أثر أشي. أنا أعترف أنا اسمي عبد العزيز، بس أنا ما لي علاقة بعامل والعصابة حدته، هم اللي يقعد يحلموا ويروح ولا حلم، أنا ما لي صلاح. أنا اللهم إني رسام بس أرسم، وحتى رسمي يعني مو قد كده، ما أجود الرسم. أنا أمشي قدامي حرر. أقسم بالله والله إني ما أعرف أرسم، بس أمي دائما تمدح رسمي وتقول لي رسمك حلو كله من عامر أبو الأحلام. بس خلاص 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 أدخلت وياه. ايوه هذا هو ابو الاحلام. ما شاء الله عليك انت وياه، ماخذين دور الشرطه ها؟ والله ما قتلنا طال عمرك. عارفين انكم ما قتلتوه. طيب ليش ماسكيننا؟ تراقبون الناس وماخذين دور الشرطه بعد وتسال. بس انتوا قلتوا اللي يقبض عليه ياخذ 5 ملايين. قلنا اللي يدلي بمعلومات عنه مو اللي يقبض عليه. اسفين طال عمرك، احنا تحمسنا شوي وهجت بنا، اعتبرنا مثل عيالك غلطنا، لكن انا لك علي باللغه العربيه، وش معنى يدلي؟ يدلي يعني يعطي، يعني يزود معلومات، ما هو تقبضون عليه؟ اسمع انت وياه، لآخر مرة أقولكم لا عاد أشوفكم في المكان ذا، فاهمين؟ أبشر طال عمرك، لو تبي نشد من الرياض كلنا نروح للقصير، أنت أومر بس. والحين نضف أغراضنا. قال أحلام قال، يا شيخ سري لك بأحلامك اللي ما تنفع، كنا بنروح غلطة بسببك أنت. إيه لا تنفخ ما حد ضربك على يدك انت وياه وقال لكم تعالوا. انا الغلطان اساسا اللي اسمع كلامك، اصلا ما عمري شفت لك حلم يتحقق. حبيبي انت هو قايل لكم لا حد يسمع كلام الاهبل ده، ما صدقتوني. احترم نفسك ولا تقول اهبل. ها عض على شحم. حبيبي انت اللي عض على شحم. بتجدك هنا سمعت لك انت وياه يا عيال، ايش فيكم؟ لا تنسون ترى قربنا من الهدف. اي هدف يا ابو هدف؟ خلاص لا تكثر كلام، فلوس الأجار بنعطيك إياها. عامل ترى السالفة مو سالفة تجار، الصورة ذي صورة السفاح. أنا عارف واحد ثاني يشبه المرحوم، هذا مجرم وخريج سجون يا عيال، ولكن اليوم بنجيب. حبيبي أنت كمان حالم ولا إيش هرجتك؟ لا يا عيال مو حلم، حقيقة ذي. بس اصبروا عليه ليلة واحدة بس، لا تنسوا 5 ملايين. طيب أنا بجلس، بس البزر ده ما أبغاه هنا. يا ليل الليل، أنت الظاهر تبي كف ثاني ولا وشو؟ ها؟ عامر خلاص أنت تمشي، بتنام عندي اليوم، امشي. تفضل يا حبيبي. تفضل. ارتاح. بيت بيتك ها؟ أي شيء تبيه أنا تحت أمرك، لا تستحي. شكرا حبيبي مرزوق، يعطيك العافية. نوم العافية يا كبير. عافيك.
خاصة يا عقب ما ياخذ ولا ريال. لا 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 كذا عيب، الرجال رسم وتعب وانت وعدته اعطيله حقه. وله ليله ياخذ، اجل يزمر على ود عمي. انا مع العيال، اجل حنا اللي نتعب ونروح ونجي ويسحب علينا ويروح. وانا في نصيبي؟ تونا ما استلمنا شيء، خلاص نصيبك بيجيك، لا تشدها. مرزوق مرزوق أبو بويا. عزوز عزوز افتح عزوز افتح 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 عزوز افتح فك الباب عزوز افتح عزوز عزوز فك يا عزوز فك افتح عزوز افتح الو شرطة ايوه انا البيت السفاح مرزوق مرزوق طلع السفاح افتح عزوز عزوز افتح عزوز طبعا يا اخوان بعد الاستعانه بالله ثم جهودي وقوتي وصرامتي وشجاعتي تم القاء القبض على السفاح الجائر في الاحياء يا اخوان انا من اول داري انه مرزوق هو السفاح انا رحت لمت عنده متعمد يا اخوان عشان اقفطه طبعا انتم ما تدري سعاده المذيع لما مسكته ايواني وين تبكبك قاعد يتبكبك وما في الا كف باليمين وارده تاني باليسار ركبه منه وركبه منه امسك لا تمسك قاعد تبكبك سعاده المذيع المهم وادق على الحكومه اللي جاوا لبوا النداء وهلقوا القبض عليه عزوز البطل يملك 5 ملايين ريال ماذا سيفعل بها؟ راح اشتري لي عماره في المسفل عندنا في مكه واجرها للمعتمرين
شكرا للبطل عزوز. يلا سلموا لي. سوف نتابع ما تبقى من التغطية للقبض على سفاح مفروض. يهو يهو يا عزوز، طب احنا خويانك ايش لنا؟ حبيبي ما لكم الا ادفع لكم ايجار الاستراحة سنة كاملة. اما انت يا عامر راح اشغلك صبي عندي ثم الايجارات حقت مكة. كيا كم مكانك. هاي يا سليمان، وش سويت في المدرسة اليوم؟ جاكم عامر؟ ايوه عامر جانا وانحلت المشكلة وتصالحنا. وبس؟ يعني ما عاقبوهم؟ المفروض يفصلونهم. لا لا يما بيعاقبونهم. بيعاقبونهم بس؟ المفروض يفصلونهم. اي انا عارفك انت ما سويت اي شيء، انت دافعت عن نفسك، لكن ذول اللي ما يستحون على وجيههم تجمعوا عليك، يبي لهم عقاب. لا عامر وينه؟ اوف نسيت صحيح. عامر عامر يلا قم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم الساعة؟ ساعة 5:30 بيأذن المغرب. مهبول انت، ولا ما قومتني. الله يلعن ابليسك يا شيخ. انا اوريك. الله يرجك يا ابوي، تاخرنا عليك. يا اخوي لا تشدها، قايل لك راحت علي نومه، ما تفهم. راح ذا ما له اثر، بس ملح وذاب. يا ابوي انا كبتنا شكله شرد. ازين خله ينقلع، اهم شيء اخذت حق اخوي سليمان. يلا مشينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طال عمرك انا جايه بقدم بلاء. هاي عيال وصلكم المقطع. اي واحد بفكر يمد يده علي بخلي اخوي عامر يكتب شيء زي ما هرشت الورق. شفتوا خبر مفقود ترند في تويتر؟ طالع للمدرسه الصبح ولا عاد رجع. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشوف أشوف وريني يا قلبي عليه. الله يعين أمه ويصبرها ويرده لك بالسلامة. حسبي الله على من كان السبب. آمين. لا تدعين علي أمه، يمكننا مظلوم. بعد إذنكم. يا عيال سلطان ضايع وهلو ما يدرون وينه. يمكن مسوي فينا مقلب. قايل لكم خلوا عنكم المشاكل بس ما حد سمعني. طيب يا ابوي دورناه ما لقيناه. يرحم امك فكني، خروا عند اهلي تكفى. ولا اسمع لك نفس. وعلمني مين اللي وراك. مين اللي وراك؟ يا ربي طلبتك ترجع لي ولدي، مهم من عادتي غيب كل هالوقت، اكيد صاير معه شيء. يا بنت الحلال استهدي بالله، استهدي بالله، ان شاء الله بنلاقيه. يبا يبا عريس من خط سلطان. شوف شوف وشو؟ والآن هذا ولدي سلطان. وش فيه؟ وين فيه؟ اهدي اهدي يا بنت الحلال، امسكي امسكي، انا بروح الشرطة هالحين. دويني حسبي الله ونعم الوكيل، جعل يدينا بالكسر. اسمع
الليلة الليلة تشوف لي مكان ثاني، مالي قاعدة في هالمكان. ولا يهمك، اضبط لك احلى مكان واحلى حتة، ما تشيل هم من الكلام ده، بس انا اللي شايل هم والولد هذا اللي انت رابطه جوا ايش تبغى فيه؟ خله مربوط لين يموت، ما يهمني، شوف لي حل في المصيبة اللي انا فيها. خليك على شغلك ولا يهمك، قفل الطلب. يا عيال داخ راس من التفكير، هذا وين اختفى؟ يا ابوي ريح راسك، شكله شرد. اذا حد سالنا نقول احنا ما شفناه. ولا حركه. وين عايشين انت وياه؟ مسوين فيها عصابه؟ تحسب ما في امني تلك مع ذنيك انت وياه؟ وين اخفيت سلطان؟ قسم بالله حاطينه في الغرفه داخل، يوم رجعنا ما لقيناه. سلموهم للفرقه برا، تسلمهم للقسم موجب محضر. ايش تنتظرون؟ يلا تحركوا شباب، ادخلوا فتشوا المكان هذا شبر شبر. استنجر في المستودع الخلفي. خير، وش السالفة؟ أبد سلامتكم، حنا اللي جايين نبغى نعرف وش السالفة. قدامي قدامي. انزل يا تحت، انزل انزل. خليك معهم شباب، فتشوا لي المكان هذا شبر شبر. تعالوا، لقيتي هنا. ايه صح. سلامات ابوي، انجنيت؟ لا، بس لو ما انجلد اخوي سليمان كان ما مسكوا مروجين المخدرات. ايش قلت؟ يا الحبيب. هلا. طالب طلبية؟ لا، بس يمكن سليمان طالب برجر. لا مو برجر، طلبية من الصيدلية، ممكن تسلمها عنه؟ أقول يا طيب، الطلب لي أنا، لي أنا، أنا اللي طالب الطلب يا أخوي. اخوي اصبر اصبر. سلامات يا جار، طالبني بر. يخرب بيتك، الحارة كلها درت اني طالب بر يا اخوي. هات هات. وش دخلك يا اخوي؟ ما تنام انت؟ حرقت حرقت. وش تبي فيها؟ بعدين وراكم شخص الموضوع انت. سلفت هذا. هلا عامر. انزل، انا عند بيتكم، بعطيك حافظات جريش وقرصان من الوالده. يلا من قدك. اسمع يا درج، انا بالاستراحه، شكرا مقدما. عطى سليمان موجود بالبيت، وتعلنا بالاستراحه. يلا يلا، اوكي باي. لا لا، بريطانيا دولة ما هي مدينة يا جاهل. ما تقرأ أنت في الجيولوجيا؟ إيش دخل الجيولوجيا دحين في الموضوع يا فقي؟
بعدين عمرك كذا سمعت عن منتخب اسمه منتخب بريطاني؟ ما في، لانه ما يحبون الكرة. اسمع يا عامر. اي عامر يا ابو، وش تبي انت؟ لا لا الموضوع كذا كبير، مسرح ومتنح، ايش الهرجة؟ جارنا وضعه مريب، انا من مرتاح له. ماله؟ بيتهم تطلع منه اصوات غريبة. وراك فهيت انت وياه اللي سويته يا ابويا. ايه بيوت الناس لها حرمة، عيب تقعد تتصنت عليهم، وخصوصا اذا كان جارك. مو بنت وياه تعلموني العيب، اصوات واصل بيتنا، تفهم ولا ما تفهم؟ السلام يا عيال. السلام. عامر، ايش وضع جاركم الجديد ذا؟ وش فيه؟ يا ابوي وضعه ربش الربش، شطفني شطفة غير طبيعية، دخل سيارته جوا البيت وسكر الجراج. ها شفت انت وياه ولا ياسر ما يعرف حرمة البيوت؟ يا عيال انا مسكت براسي اني اروح البيت ومعرف سالفته. يلا مشينا. يلا يا عيال، هذا بيتهم. ليه ما نوقف عند باب بيتهم؟ ما بقول انت درج، تبيهم يكشفونا. تسمعون الصوت؟ اي والله. صوت مين ذا؟ هذا الرجال اللي اقول لكم عنه. الوضع ما يطمن. مسكين الرجال جالس يصارخ، وش بنسوي؟ انا اقول ما لنا الا ننقذه، نقمز الحين ونطلعه، وانت يا كفته ارجع عند السياره وراقب، واذا جاء الرجال دق علينا، اوكي؟ يلا يلا. يلا ياسر انت اطورنا، شوف شغلك. يلا. الباب مقفل يا عيال، وش نسوي الحين؟ ايه الوضع صار يخوف، خلونا نمشي. اهدى اهدى، ما نطالع من هنا الين ما اعرف ايش السالفه. اسكت انت. احنا جينا نساعدك. اطلع برا، اطلع برا. طيب تحتاج مساعدة ندق على الشرطة. عيب عليك، حرامي يرفع سلاحه على حرامي. انا معك يا عطف. وانت شلون عرفت
يا حليلك انا ما سموني الطار عبث. دخل الزبده الحين ابي حقي من الجريه كامل مكمل. حقك موجود بس انت تعرف اللي يخوننا وش يصير فيه يا عامر. لو ابي اخونك كان خنتك من زمان. انا كنت ابي سلف 500 ريال والحين جتني فرصه ولا راح اطيرها من يدي. كذب. عرفتوا منه فايز؟ يعرف الرجاجيل من عيونهم. تفضل انبسط وفلها وسعت للعملية جاية يا بطل. هذه كم يا ولد؟ لا يكون زرفيني بس ترى أكره شيء عندي إن الحرامي يسرق أخوه الحرامي. لا تخاف لا تخاف يا عامر نفس نصيبنا. كفو الحين عصابة مسوي زحمة والأخير ما عندك إلا ذا الاثنين السبايك. أنا أقول لازم نزيد عدد العصابة وخليهم كثيرين وعندي لك ناس أذكية أذكية جدا مثلي وشرواي. شرواك الطيب. ورا ما تضحكون أنتم. دير بد 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 دير بد. أطنخوا يا عيال هذه 500 حقتك شكش وفوقها 2000 ريال خذ. أوف 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 إيش هذا كله يا بويا؟ من فين جبت الفلوس دي كلها؟ المعذب اللي أشتغل مع مطنوخ وأنا معذبكم وشرهتكم. عامر في الهوى سابوا ليه؟ باعوا واشترى سابوا ليه؟ قوم يا عدبلة سابوا ليه بلا مسكوا ليه؟ حبيبي مو منطق ومو معقول في أول يوم دوام لك تاخد مبلغ جامد زي ده شرها. أكيد الموضوع فيه له إنا. خلوا عنك ذا أولا سنعنا معك وظفنا تكفى. أوف عليك عموري ما ينسى أخوياه بس حبة حبة ودخلكم الشركة. إيوه هذا عامر الكفو اللي يعرفه. بس يا عيال أهم شيء ما تخافون وتحفظون السر. عامر لقيت ذولي برا يقولون إنك طالبهم وش السالفة؟ إيه أنا أعزمكم الليلة من قوة الطراخة أنتم ما تروحون المطعم. المطعم يحضر هنا. كلوا يا عيال ترى كله حلال بحلال. كفتة الواد ده أنا ماني مطمنه نهائيا. كلوا أنت ساكت عامر طول عمره ذكي. إلا تعال عامر اختبار بكرة في الصبح ولا في الليل؟ لا الاختبار بالصبح بالليل عندنا حفلة. وش الأغاني اللي تغنوها؟ سرقني سرقني ما دريت إنه سرقني. ومن ذا الجو مثل ما وعدتكم الآن أبى أسوي لكم اختبار اللي ينجح فيه يروح معي للدوام. بس أهم شيء الشجاعة وكتمان السر ولا أحد يتحرك مكانه مهما صار. أوكي عندك واقف هنا يا كفتة؟ عامر يسوي لنا تدريب واشتغل مع واحد مليونير بس لا تقول لحد. أمحك كاتم أسرار 0/10. اللي بعده أصبت جابك هنا. أنا مداوم هنا في سيارتك. بمشي برجولي وبجي برجولي. ايش اقول لك انت جاسوس؟ جاسوس شنو عدو؟ هذا لبس الجواسيس انا عارفه. فهمتني غلط. فهمتك صح. لا اديك بوكس في انا اوريك كيف. ما تديني بوكس افقع فمك. لا 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 اشبك هنا تاني. امشي فرانك امشي. وشكلك اللي بعده يا بويا تعبنا واحنا واقفين كاننا حرامية. انت ما عندك قدرة على التحمل. 0/10. اللي بعده الفاتنة اللي على قلبي تموت هي صباح الخير ولا الخير هي نظرتني وسلهمت ذيك العيون الغزل والشوق واسرار الحكي الفاتنة اللي على Good morning ياسر.
good morning. Can I enter the house? Yes, of course, yes. 10 صفر من 10 اللي بعده. بيبي البيع الموتر. وراهم تغلج ذا. سلامات في المعارض انت 0 من 10. زلايب 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 كلكم ساقطين. تبوا تفشلوني مع المعذب؟ يلا يا ورع انت وياه دز هالبيتكم يلا. تكفى عمو عموري ادينا فرصه ثانيه احنا وزملائك. وين فرصه ثانيه؟ داخل برنامج انت. اقول وراي حفله ما نفاضي لكم. يلا سردب سردب انت وياه سردب. لا تقعد تناظر. يا عيال الواد ده وراه مصيبة والفلوس هذه ما هي حلال. أكيد غسل أموال. تتذكروا عيال يوم ما عامر غسل الطب حقه حصلنا في الجيب 500 ريال ويوم ما سألناه قال إيه نسيتها من كتر فلوسه. يا عيال لازم نلحق على خوينا الليلة قبل يتورط. يلا عيال نزلوا الأغراض. يلا يلا كل واحد يشيل شيء. سلامات. وراس تناظرين مضيع شيء انتي. وش فيها اشكالكم كذا متهاوشين انتو؟ لا 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 يا بنت الحلال كنا كاشتين. يا فاتتكم كشتة طبخ وناف ومطر ودبابات انواع الفلة. الله كشتة مره بخاطري اجرب اكشت انا والبنات. طيب اكشتوا ايش ناقصكم سيارات ومعكم؟ بصراحه ودنا بس خايفين احد يضايقنا منا ولا منا. يخسى يخسى احد يضايقكم. اهدا اهدا احنا نكشت معكم. سلامات يا بوي سلامات. قاطمعهم انت. لا 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 احنا ما نكشت معكم. مهم معهم مهم معهم يا السبهه جنبهم. الحين سؤال واحد الحين مهم هم جيراننا وبيننا وبينهم جدار. هلا خلاص نكشت ويكون بيننا وبينهم موتر. ايه اذا كذا اوكي. كفو متى تبون؟ بكرة؟ لا وش بكرة سلامات. أبشاور البنات وعلمك. يلا يلا باي حقين البران. أمشي يا معلش الويكند ما يناسبني عندنا عزيمة. طيب عزيمتكم يوم الخميس ولا الجمعة؟ الجمعة. خلاص يوم الخميس وش عندكم؟ يا ذكية الخميس تجهيز عزيمة الجمعة. يا ليل خلاص مو بلازم نطلع الويكند نطلع وسط الأسبوع. لا وين تحسبين لفاضيين مثلك؟ لا يا حبيبتي حنا عندنا دوامات خلوها الويكند اللي بعده. لا لا معليش الويكند اللي بعده تمايم ولد بنت خالي. تمايم ولد بنت خالك يا ليل مناسبة أبدا مو بمهمة. مو مهمة عندس يا حبيبتي هذه بنت خالي أقرب لي من خواتي. وبعدين مين أنت طالع عمر عشان تعلميني وش المهم وش اللي مو مهم بحياتي؟ كالعادة تهاوشوا ونسوا الموضوع الأساسي. أي موضوع؟ وش أي موضوع؟ موضوع الكشتة. يو خلاص نسيت أقول لكم شيء خلوها الشهر الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقف ورا الباب انت. لا لا يا بنت الناس لا تحطين شيء في ذمتك. انا كنت مار جنب الباب وانت مطقيته. نصاب كالعاده كنت جالس تسمعنا من ورا الجدار. الله يصلح قلبك يا رب ان شاء الله. لا تفهميني صح. المهم متى قررتوا؟ خلاص قررنا كشتتنا تكون يوم 3 ديسمبر. داري سمعتكم. يعني تقريبا اسبوعين ونص. يو يا عيال يعني علشان يخططون الكشتة يقعدون اسبوعين ونص؟ صدقوني يا عيال انا مرة كنت طالع من البيت جايكم على الاستراحة فجأة كذا لقيت نفسي في البحرين. لا يا ابن الحلال البنات جداولهم منظمة وترتيب وتخطيط وتنظيم وتستاذن من أمها وقروشة وعادي ترى على أتفه سبب تكنسل طلعتها قبلها بنص ساعة. ايه فقي أنا ماني جاي. قال ايه قال أحرسهم سكرتي أنا. اوه صاد شكوش حتى أنا ماني بجاي. أبوك الجحدة وراكم يا عيال. أقول لك ياسر إيش حنستفيد منهم؟ أكل وحلا وقهوة وشاهي ما لذ وطاب يعني بالعربي ميم ميم. ايه إيش يعني ميم ميم؟ يعني مي ومناهل. درج انت يعني محفول مكفول. الكشتة هالمرة ما راح تكون نفس كشتاتكم اللي متعودين عليها يعني بتكون مودرن وتناسبنا حنا البنات. يعني مو بلازم تراب وبهذلة وقرف
زي اشكالكم اخر مره. كنا تسب يا عيال. لا لا تمشى ودها تشارك بس. اقول لا تنسينا الزعفران اللي فوق راسس احتاجه بالكشته. وراك انت ما تضحك. لا هي عاديه بس حبيت اشارك يعني. تفضل. يا سخفك. المهم من بكره بنبدا تجهيز وبنروح نشتري فروات الكشته. انت اطلعي من المنقد اول شيء بعدين روح اشتري الفروه. فرما ضحكت الحين ما ادري مضحك. ايه هذه حلوه والله. يلا اقول خفوا علينا يا طقم الفناجيل. ايه ابو حمود متى تفك الجبس؟ ما تشوف شر ما تشوف شر. جبها امشوا امشوا. يا سخفكم بس. اسمعوا بنات عندي حساب في الانستغرام يبيع فروات تهبل. شوفوا يا بنات انا اعرف لكم واحد في الثميري يبيع فروات ستايل نسائيه رهيبه بكلمه لكم يسوي لكم ديسكاونت. يا ولد لا يكون غلطانين بالمحل. محل عبايات ذا ولا فروات؟ مشكلة يا عامر نفس التصاميم بس فرق القماش من جوا. الله خير خير واخري انا اخترتها قبلك ليش تقلدين؟ خير وش اللي اقلد؟ سبحان الله اول ما حطيت يدي عليها قلتي الله ابي زيها. خلاص يا بزر انت وياه اهجدوا لا اكفن كل واحدة منكم بفروتها. خلاص اختار لون ثاني انتي. ما ابي مسكت معي ذا اللون وانا ماني مختارة الا ذا اللون. يلا وش عندك وش بتسوين؟ بنات ترى الموضوع مره بسيط، خذي فروتين من نفس اللون كل واحده منكم تاخذ لونين وبس وانتهى الموضوع ونسقوا مع بعض طاعه الثانيه. يقلع ام الهوجه الخايسه متهاوشين عشان لون فروه. قصدك يقلع ام المصاريف. تدري ان فروتي ذي شريها لي ابوي من عند المسجد من يوم انا بالمتوسطه ولا الحين ما غيرتها عشان كذا ريحتها غنم. هي اصليه مش عرفك انت. مرحبا. يا هلا. بكم هذه لو سمحت؟ ب 560 ريال. ليش 560؟ كيف؟ 560؟ لا 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 غالي غالي غالي. شوفوا ان السعر مناسب. هذه من طرفي جارتنا وتعز علي. شو هالحكي؟ الاستاذه من طرفك تكرم عينك انت والاستاذه. وبلا 60 ريال خليها 500. ايش رايك فيني؟ 60 ريال طرفي ثاني. والله انك كفو يا تركي، مره شكرا. خلاص امسك حاسب وما يحتاج تحط لي اياها بكيس لاني بلبسها الحين. تكرمي. باي. اسمع 200 ريال تدزها في حسابي الحين. شوف يا تركي نحن اتفقنا كل شخص بيجي من طرفك بياخد فروة تاخد 100 ريال مو 200 ريال. اقول حبيبي الحركات ذي ما يبعلي انا زين لا اقلب لك المحل هذا ملاهي. 200 ريال تدفها في حسابي ترى جملتها في 60 ريال انا عارف. طيب خلاص خلاص تكرم عينك راح احول لك 200 ريال. ايوه جايب انت حب مويه رايح ملعب. هاي انا خلصت وانتو؟ وش ذا؟ مهبول انت. الله يصلح قلبك قاش البقاله كلها. وانا خلصت بس باقي لي شيش طوق ما لقيته. سلامات وش ذا الاغراض؟ تخيلوا بنات وش لقيت؟ شواية كهربائية عشان أطبخ عشانه وجبت فحم تدفى فيه. إيه سلامات يا أبو حمود. كابتن. خير إن شاء الله. في شيء؟ وشلون بتشغل شواية كهرباء في البر؟ يا ذكي في محل عندهم توصيلة تنشبك على بطارية السيارة. بكرة بروح أشتريها. يا بنات مرة قهر ما لقيت ولا مشروب دايت بس جبت الأشياء هذه خلنا نمشي فيها حالنا اليوم. صح ذكرتيني نسيت السكر البني. وأنت يا أستاذ عامر نسيت شيء؟ نسيت ليش جينا أصلاً؟ احنا وشو اللي جايين يا اخ ياسر؟ ما ادري. ابو حمود وشو اللي جايين حنا؟ نكت انت وجهك. حلوه حلوه. هذا الغرفة انا. وش هالغرفة هالصغيرة؟ انا وين انام؟ جيب فراس ونوم على الارض. انا نوم في الارض؟ أنا نوم في السرير، أنت نوم في الأرض. لا 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 لا، أنت نوم على الأرض. لا، أنت نوم على الأرض. لا، أنت نوم على الأرض. أقول لك أنت نوم على الأرض. لا، أنت. أنت. لا، أنت. 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 هنا. أنت. هنا. أنت. هنا. ما يبغى نوم على الأرض. لا يبغى شيء سرير أنا.
المشكلة ميري؟ ذي ضيفة عندنا، تجلس يومين ولا ثلاثة وبتمشي، أعطيها سريرك. لا، هذا سرير حق أنا، ما يبغى هذي الكلام الثاني. هي نوم أب ولا أعجبت هو؟ أنتم منشوفين؟ منشوفين؟ كيف أنوم على الأرض؟ يجيب لي السرير ولا رجع بيتنا نوم على سريري؟ وشلون تروحين بيتكم وبعزمتك سافرت؟ وأنا ابتلشت فيكي؟ دقي على الهينة، الهين تدقين عليها. وش ذا البلشة؟ تقول رجعوني البيت؟ شو أسوي لها الحين؟ يا قو وجهها، تحمد ربها نظفينها. عامر، أبغى أعطيك قروش، روح هالحين لأقرب محل أثاث واشتري لها سرير وجيبها بسرعة. سلامات يبا، لي سنتين أقول لكم سريري منكسر ومايل، تقولوا لي بعدين بعدين، والحين يوم جد ذي على طول تقول له سرير جديد. تراها شغالة جارتنا أم سلطان ومخليتها أمانة عندنا، والحين مسوية مشكلة تقول أبي أرجع بيت الكفيلة. حنا وش دخلنا؟ سلامتها ترجع. عامر، أنا وش قلت؟ سم يبا، يجرونا أطلق سرير. سرير جديد؟ إيه، سرير جديد كبير، مو سمسم سرير أنت. ما علش، ما في مشكلة. وش هالمطبخ؟ ما في حلويات، كاكاو، شيبسات؟ ما في حلاوة، كاكاو وشيبسات هنا. روحي بخالة. ميري، وين ايس كريم حقي؟ هذا ماما مجنون، ممكن هي اشيل. وخذت الايس كريم حقي المشفوحه. واذا اخذته عليها بالعافيه، لا تنسين انها ضيفتن عندنا. سأنا اقول كل يوم راسي يوجعني، حلقي يوجعني، ما ادري وش يوجعني. اسمعي عاد، من اليوم ورايح الايس كريم ما يدخل بيتك. عجيب. انت ايش هذا؟ خدامه انت؟ لا، أنا شغل ميك اب ارتست، وهذا خدامة أنا. أنا في شغل الكهرباء، سوي جولة؟ ندخل جولة وجهفلة من جولتين. جهفلة كرتي أبي، جل. يا الله صباح خير. سامي يا ابو عامر، وش فيك؟ وين ميري؟ لا جهزت حضوري ولا في بعد. غريبه، العاده من الساعه 6 الصبح وهي صاحيه، والحين الساعه 10 وتوها منزلت. ما علينا، روح على المطبخ جهزي فطوري، خلي اخذ علاج السكر. ابشر ابشر ابشر. صباح الخير ماما. صباح النور. وين ميري؟ ميري نايمة، جالسة على جوال لين فجر. أقول لها نومي نومي، ما يسمع كلام. الله يهديها. يصير خير. أوف 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 أوف، وش ذا؟ هذا فطور فنادق. ذيرونا يا حليلها، خدامة سنعة، صحت قبل هالخبلة ميري وجهزت ذا الفطور. ها،
الى الحين ما صحت ميري؟ توها صحت، لكن عطيتها كلام علشان ما تسهر مرة ثانية. غريبة، مو من عوايدها ميري. سموا سموا، أهم شيء الفطور زين. أتحداك الفطور البطل. عطني يا البلايستيشن. صحيح أنتي، ذي اللعبة صعبة. شجاعوة، أنا أعرف ألعبها، صرت أفوز. أعطيني بس أشوف، أعطيني. الله وريني. يا عامر، غير صوت الغاز. سمي بو. هذه دبة الغاز اللي رجعتوني من آخر الدنيا علشان عسى ما خربنا عليك الكشتة. بس لا 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 عادي، تمر ونمر. وش ذي الريح؟ مو عاد ريحة، يمكن الغاز في تنسيم. لا ما هي ريحة غاز، هذه تشبه ريحة الذهب. ذهب؟ نخلة. قلت لكم بلاش من الحكاوي دي في البر، ما سمعتوا كلامي. ها ارتحتوا؟ شوفوا خويكم اتجنن وتهيأله انه قابل جنية. لا صدق من الشعر بيت، قال لك ايه عدته نخلة تطلع ذهب. تخيلوا نخلة تطلع ذهب. ما عندك نخلة تطلع فلوس. عامر سالفتك ذي ما اقولها الواحد في التمهيد يا شيخ. على اساس كلامكم ذا بيأثر علي اقول دزة بس انت وياه، لعلكم ما صدقتوا. يا عامر يا اخي، معقولة؟ معقولة فيه انخلب هالدنيا تطلع ذهب؟ طايح بفلام كرتون انت؟ قايل لك انا وصلك ما طعتان. كلها سنة او سنتين والنخلة دي تطلع ذهب. ويسقدون عيار 24. لا يا عيالي على شرط شب يكون الذهب منحي. يبا سم، قد سمعت عن نخلة تطلع ذهب؟ عن خله ما تطلع الا ذهب، وهذا هو. لا لا أنت فهمتني غلط، ما أقصد تمر، أقصد ذهب. ذهب كان في يوم من الأيام التمر هذا أغلى من الذهب. أقول عامر صباح الخير. صباح النور، مش عندس أنت بعد؟ كني أشم كذا من البارح ريحة ذهب جاية من استراحتكم، إيش سالفة؟ حتى أنتي سالفة الحريم مع ريحة الذهب. أقول مو بشغلس ها؟ دزيها دزيها بس استراحتكم. ملت عليك. هلا بعامر. هلا وغلا. مرحبا انبطة ولا الله عمرك، اتفضل. يا هلا يا هلا يا هلا، نورت الاستراحة والله. نور نور. أرحب السالفة يا عيال. حنا بصراحة يا عامر حسينا ان احنا كسرنا خاطرك وزعلناك امس بصراحة، يعني قلنا نراضيك بهالذبيحة الزينة. سم تفضل عامر. هي بس انا ما غسلت. جبنا الموية اللي عندك، اتفضل غسل يدك. بس بروح الحمام وجه. ولا تعب نفسك حبيبي، تعال تعال. ولا اي شيء. ها تفضل الى عندك تفضل. اخر بس الحين عرفت ليش جايبين لي مفطح. شفت الذهب وجايين تسقونه علي؟ مخفه انا عندكم مخفه. يا ابن الحلال ما حد قد قال انك مخفه، وش فيك انت؟ يا اخي احنا اخوياك زملاك، بيننا عشره عيش وملح. الحين اخوياي ها؟ اقول دزها انت وياه، ما لكم شيء عندي. كيف مالنا شيء يا ابويا؟ الاستراحه دي كلنا قطينا فيها، واي شيء فيها يخص الجميع. وش دخل يا ابوي؟
النخلة دي أنا اللي جايبها. بس أنت جايب الاستراحة، واستراحة كلنا قطينا بها. وش فيهم العيال يصارخون؟ شكلها قبعت بينهم. لا لا لا، أكيد متطقين على البلوت كالعادة. لا لا لا، وضعهم مو طبيعي. حتى لما شفت عامر قدام الاستراحة كان متقروش، كلمته سحب علي. صدقوني وراهم شيء ولا أنا ما أفهم. اسكتوا بنات، خلنا نسمع وش قاعدين يقولون عشان نفهم السالفة. صح صح معي. لا تنسى ترى الاستراحة باسمي. ايش دخل يا ابوي؟ وإذا الاستراحة باسمك؟ تاخذ النخلة؟ أبى أبلغ عليك الشرطة. وإذا كانك تبيها تقبع بيننا سوها إذا أنت رجال. وش تبون مني؟ سهلة، نتشارك. خلاص خلاص نتشارك، أبعطي كل واحد منكم تمرة. الله يعطيك العافية يا عامر. عموري حبيبي، تدي كل واحد تمرة. يا أخي إحنا أصحابك وكذا، خليها حبتين. أوكي أوكي، تمرتين بس بشرط. أيوة كذا حبايب، يلا وش شرطك؟ استروا ما واجهتوا وتتناوبون على حراسة الاستراحة والنخلة. تم. هلا صلوحي، كيف حالك؟ هلا عامر. والله فاضي ما عندي شيء، قلت اجي اصك معكم بلوت. عيال بس استراحة اعتزلوا البلوت نهائيا، واستراحة بكبرى قبلناه. قبلتوها؟ طب ما دام قبلتوها ورق جاسم كذا كذا خلاص كفارة. يا كننا الجردية اللي تقبلها شارط علينا حرس لين يصل. وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة. طيب ما في عشاء؟ لا لا، ما هنا عشيات. يلا يلا، ما في شيء. يلا سلام عليكم. تنك بهذه الطريقة أو الطريقة الثانية إنك تضرب كل قوتك على ظهر الرضيع لين ما ينكسر. يا جماعة في أبسط الطرق نتصرف إذا كان الرضيع مخنوق. شوف معايا، إذا ظهرت مؤشرات اختناق الرضيع، أول مؤشر إنه ما عنده تنفس بسهولة، ثاني حاجة ما عنده صوت، وثالث شيء كمان اختلاف ملامح الوجه واللون. وش فيك قاعد هنا؟ ليه؟ الواحد ممنوع يجلس عند استراحتهم؟ لا لا، ما قلنا ممنوع ولا شيء، بس معليش ما لكم حس اليوم، وأمس أصواتكم عندنا بالاستراحة. يا ليل القلق، صارخنا ليه تصرخون ازعجتونا؟ سكتنا ليه تسكتون؟ سلامات، مسؤولين عننا أنتم؟ خلاص الاستراحة محولينا على الصامت اليومين، والدردش قلبناها على الواتس. عندكم مانع؟ بنات امشوا، ذا نفسية. أقول جزيها بس.